بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الكرام، ومرحبا بكم في هذه الفقرة التي سنستأنف فيها مع بيان لي ريكومبخوندر لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد وصلنا إلى هاد الصفحة ورأينا لا لتر في كوم إكزامبل، كمثال لا فيل. La ville. Qu'est-ce qu'on a encore vu? Madame Aina Aydan. Vi, ve, ve, va, vu, ve, ve, vo, le, vélo. Le vélo. Le vélo. Et on est que le même. Voilà. C'est un vélo. C'est un vélo. Quel est مذكرة، كلمة مذكرة. لو فيلو، إذا نقول سيتان فيلو، إنها دراجة. إذا نتابع كما رأينا أيضا غونيفا على فيل افيك بابا. غونيفا على فيل افيك بابا، إذا غوني ذهب إلى المدينة افيك بابا مع الأب. بعد عندنا هاد الأحرف، هنا لا بخوميييغ لاتر L, après on a M, puis R, V. طبعا L مع A تنطق لا. L avec A se prononce la. M A, ma. P A, pa. R A, ra. R A, ra. V A, va. V A, va. ثم عندنا نفس الأحرف كما نلاحظ مع U. L U تنطق لي. M U se prononce mi. M U se prononce mi. P U se prononce pu. P U se prononce pu. R U se prononce R U se prononce ru. V U se prononce vu. V U se prononce vu. ثم نفس الأحرف avec E accent aigu. ثم عندنا نفس الأحرف مع E accent aigu. مثلا L avec L A se prononce لي. M A se prononce مي. P A se prononce P. P A se prononce P. R A se prononce R. V A se prononce V. V. مثلا vélo. Le vélo. ثم عندنا L O se prononce LO. M O se prononce MO. P O se prononce PO. RO RO R O RO. V O VO VO. L E LE. M E ME. طبعا في آخر الكلمة تنطق ل، تنطق ل، لكن مثلا عندنا هنا ال او تنطق لو فيلو، اذا تنقول لو. الى خدينا نفس النطق اذا سنقول هنا لو م ب غ ف، ولكن الى جات في اخر الكلمه هاد او تصبح كالسكون. الى جات في اخر الكلمه ام او اذا نقول م. مثلا لو كالم، مثلا لو كالم. لا نقول هنا لو كالم بل نقول لو كالم. إذا تنطق كأن عندنا سكون، إذا نقول لو كالم. لو كالم عادة ام او تنطق م. عادة ام او تنطق م كما عندنا هنا. ثم ب غ ف. ثم عندنا لي. لي في واحد الإطالة بالنسبة لهذه، هنا نقول لي، هنا لي. لي مي بي غي في، هنا في في. ثم لي، ال اي تنطق لي. ام اي تنطق مي. بي اي سو برونونس بي. ار اي سو برونونس ري. في اي سو برونونس في. ثم عندنا L E accent circonflexe.
اذا تنطق لي. ام او اكسون سيركونفلكس سو برونونس مي. بي او اكسون سيركونفلكس سو برونونس بي. بي ثم ار او اكسون سيركونفلكس سو برونونس ري ري. V E accent circonflexe se prononce V. Tout maintenant L ma ur tontak lur. M ur se prononce mur. L ur se prononce lur. M ur se prononce mur. P ur se prononce pur. R ur se prononce rur. V, ur, se prononce vur, vur. Tout maintenant, la vérité, la v, v. L'ichfnana, v, r, itontak, ri, idem, veri, verité. Adna, t, e, accent, aigu, tontak, t. La vérité, la vérité, il est la vérité. La vérité, il est la vérité. Tout maintenant, les, l, e, accent aigu. Les, lève. Tenchufona, les, na, nesri'a, les. Tout maintenant, lève, lève. L'élève, l'élève. Et d'un tilmid, ou tilmida. L'élève tilmid n'a qu'oul, le élève. غنحيد أ لأن إليف مبدوءة بإن فويال. وبالنسبة للتلميذة نقول لا إليف. إذا طبعا نفس الشيء عندنا فويال قبل من كلمة أخرى مبدوءة بإن فويال. إذا طبعا نحذف هاد لافويال. إذا نقول في الحالتين لا إليف. ثم عندنا لا في بير. لا في في تنطق في. بير. بير. لا في بير. La vie paix, paix. On a fait un état là. La vie père. La vie père. La vie père. Et donc, comme on a dit un R-E, comme on a dit un R-E, on a dit R. Alors, on a dit un R. On a dit un R. On a dit un R. Dans le cas, on a dit un R. Il a dit R, mais E. Mais dans le cas, on a dit R. La vie père. إذا طبعا لا فيبير فوالا سيت اون فيبير سيت اون فيبير. إذا نتكلم عن حية تسمى اون فيبير. ثم لا بي فول لا بي فول. طبعا هنا تنتكلمو على لو فيرب فولي لو فيرب فولي. طبعا ملي متيكونش مصرف تنزيدو واحد الإر تنزيدو لو إر إر تنطق إي. إذا نتكلم عن le verbe اذا le verbe voler اذا هاد ار تنطق اي ننطقها voler لا ننطقها voler بل ننطقها voler. طبعا هذا غنشوفو مع كل افعال اللي تتنتمي للمجموعه الاولى ان كلها تنتهي بار طبعا ننطق هاد ار ننطقها اي. وكذلك في بعض الكلمات الاخرى تنتهي بار يعني أن تنطق أي. لا بي فول إذا نتكلم عن طائر نوع من الطيور يسمى لا بي. هذا رأينا في المسابق فول يعني أنه يطير. طبعا لو فيغ فولي كما تلاحظوا ما كاينش قدامه أوكسيليير. إذا نتكلم عن لو بريزون ملي تنقولوا بأن راه ما كاينش قدامه أوكسيليير. إذا هذا لو بريزون فقط لأننا حاليا تنمهدوا باش نعرفوا بعد الفرق بين هاد الزمنين. اما هو في الحقيقه كاين ازمنه اخرى ما تيكونش فيها لوكسيليير بحال لامبارفي بحال لو فيتور سامبل الى غير ذلك. هادو غنعرفوهم من بعد. لا بي لا بي فول اذا لا بي فول نتكلم عن طائر من الطيور يطير. ثم لو فيلو فا فيت لو فيلو فا فيت فا راينا هذا يعني كما نقول تذهب. إذا لو فيلو فا لو فيلو فا كما نقول الدراجة تذهب.
إذا اللغة لغة فيت، الدراجة تسير بسرعة فيت. إذا ممكن أن الأستاذ يقول لك فيت فيت، يعني بسرعة بسرعة، يطلب منك فعل شيء ثم يقول لك فيت فيت، يعني بسرعة. إذا لو فيلو فا فيت، كما نقول أن الدراجة تذهب بسرعة، بمعنى آخر الدراجة تسير بسرعة. ثم عندنا مينا لاف، هذا رأينا فيما سبق، مينا لاف يعني أن مينا تغسل، يعني أن مينا تتصبن بمعنى آخر أو تتغسل شي حاجة. مينا لاف، إذا نتكلم هنا عن لو فيرب لافي، أش من زمان هذا؟ طبعا أو بريزون، مينا لاف، مينا تغسل، مينا لاف، مينا تغسل، تغسل شيئا. ولكن إذا قلنا مثلا مينا سولاف، مينا سولاف يعني أن مينا تغسل نفسها، ممكن أن تستحم مثلا، إذا نقول مينا سولاف. ولكن عندما نضيف شيئا من الجسم نقول مثلا مينا سولاف لاتيت، إذا هنا تتحدد الأمر، يعني أن مينا تغسل نفسها الرأس، بمعنى آخر أن مينا تغسل رأسها. ثم بابا فا على فيل، بابا فا على فيل يعني أن الأب يذهب على فيل إلى المدينة. بابا فا على فيل، الأب يذهب إلى المدينة. إلا بغينا نقولوا بحال اللي قلنا هنا غوني فا على فيل افيك بابا، يعني أن غوني ذهب إلى المدينة مع الأب. هنا نقول مثلا بابا فا على فيل افيك كي، افيك كي مع من؟ avec Rony، avec Rony. papa va à la ville avec Rony، الأب يذهب إلى المدينة مع Rony. نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.